بينا نعمل كب كيك شوكولاته. كب كيك شوكولاته كل الناس بتحبه، كل الاطفال بتحبه، كبير وصغير بصراحه بيحبوه. تعالوا بينا نشوف المقادير بتاعتنا. بالنسبه لكب كيك شوكولاته هنحتاج 120 جرام سكر، بيضتين، 2 بيضه، كاس صغير من الحليب او اللي هو اللبن، تمام، معلقه صغيره او ملعقه صغيره، واحد ملعقه صغيره فانيليا سايله، 170 جرام زبده مدابه، معلقتين كبار من القشطه الطريه اللي هي العلب برضو، 130 جرام دقيق منخول، قرصه ملح، 8 جرام بيكنج باودر اللي هو ما يعادل كيس بيكنج باودر، و70 جرام من قطع الشوكولاته البيضاء بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهي، معلش يعني الشوكولاته الخام خالص اللي بنسيحها نجيبها ونقطعها مربعات بالحجم اللي انتم شايفينه ده. كمان عندي هنا 40 جرام قلنا بودره كاكاو، وعندي 70 جرام قطع شوكولاته بيضاء مربعات صغيره نقطعها اهم حاجه، و120 جرام شوكولاته مبشوره، الشوكولاته اللي هي بتبقى براون او بني اللي هي بيبقى داخل فيها لبن مش شوكولاته سودا خام. عندي بالنسبه للكريمه 60 جرام من الزبده اللينه برضو، 70 جرام من السكر، وعندي 150 جرام شوكولاته سودا انا حطاها في بان ماغي او اللي هو حمام مائي. كمان عندي 100 جرام من الجبنه الكريمي، ممكن تستعملوا اي نوع جبنه انتوا بتفضلوه. بالنسبه للتزيين تزينوا سبرينكلز، اي حاجه اي حاجه انتوا عايزينها زينوا بيها. حاجات التزيين بقى عالم تاني او حاجه ثانية، واهو قدامكم يعني دي حاجة لوحدها. طيب هناخد ايه؟ هاخد البيض، خليني اقرب ده كله هنا، هاخد قرصة ملح مع البيض، ركزوا معايا في دي بتبقى حلوة جدا، او في الكب كيك بتاع الشوكولاتة بيبقى حلو جدا. هبتدي اضرب، انا مش عايزة القوام كريمي، انا وانس انه يتخلط كله مع بعضه يبقى عندي انا كده تمام. وهبتدي احط في المكونات بتاعتي. طيب خدنا البيض، خدنا السكر، وخدنا الفانيليا، وخدنا قرصة الملح. هاخد دلوقتي الزبدة بتاعتي، عايزة انزلها وهبتدي اضربها، بس هجيب طبعا مضرب كهرباء. ونعمل ايه؟ نضربهم بمضرب الكهرباء. خليني احط ده وهجيب مضرب يدوي ونحركه كويس قوي عشان يبقى معانا تمام. ونعمل ايه بعد ما نخلطه كويس قوي؟ اخر حاجه بضيفها القشطه او اللي هي القشطه المعلبات، حركناها كويس قوي اهو. حركناها كويس قوي. هناخد ايه؟ ناخد القشطة أو القشدة الطرية بتاعتنا وننزلها على طول آه. آخر حاجة تنزلوها لي هي دي. جربوا الكب كيك ده هيعجبكم بزاف بزاف بزاف. طيب هنعمل فيه إيه؟ الكب كيك أول ما بنعمله عشان يبقى معاكي كب كيك صح جدا لازم تدخليه التلاجة في ساعتها. إزاي؟ هينشف مني؟ لا، هو نسبة الزبدة بتبقى فيه أكتر بكتير، فبالتالي إحنا لازم ندخله التلاجة عشان يبقى معاكي الكب كيك حلو وجميل، وهيبقى معاكي طري جدا، هتلاقيه طري معاكي. يعني قوام الكب كيك من أساسياته إنه يخش التلاجة، أقل حاجة ندخله التلاجة ساعة زمن، ما نخرجوش خالص، نسيبه في التلاجة ساعة وبعد كده ناخده نستعمله. لما نحط فيه الكريمة بتاعته كمان ندخله، نرجع ندخله 30 دقيقة وبعد كده نخرجه. هتقولي لي طب والكيك ليه ما عملش في الكيك كده؟ ما هو ما فيش فرق بين الكيك والكب كيك. لا، في فرق بين الكيك والكب كيك في العمايل بتاعته. في كيك ينفع نعمل فيه الكلام اللي أنا بقوله ده، بس ما ينفعش أدخله للتلاجة خالص أهو. فبالتالي لا، يعني ينفع اننا نعملها ايه؟ ما ينفعش ندخلها للتلاجة. زي ما قلت لكم اهم حاجة نيجي وندخله على طول الفرن بعد ما نخلصه، نعمله على درجة حرارة متوسطة. طبعا انا هفتح لانه الكب كيك بتاعي اوريدي خلاص فاضل له حاجة بسيطة ويبقى تمام. بصوا منظره عامل ازاي؟
هحط الكب كيك بتاعي هنا. ما ينفعش اجي والمس الكب كيك كده هبوظه، لازم ادخل توست بيكس اشوفه استوى معايا او ما استواش، ده اهم حاجه في الموضوع. شوكولاته المربعات، شوكولاته البيضه، شوكولاته البيضه بعد ما نعمل الكب كيك اللي هو بتاع الشوكولاته ناخد مربع ونحطها في النص قبل ما ندخلها الفرن، بس عشان انا دخلتها الفرن فما ينفعش احطها فيه دلوقتي، والشباب هنا بس قالوا لي ما تحطيش فيها شوكولاته بيضه. طيب ده بالنسبه لدي، تعالوا بينا نعمل الكريمه بتاعتنا. الكريمه عباره عن ايه؟ عباره عن جبنه كريمي، زبده، وسكر. ناخد السكر وناخد الجبنة الكريمي اهي، اي نوع جبنة كريمي انتوا عايزينه براحتكم زي ما تحبوا. الزبدة برضو تبقى لينة معاكم لان كريمة الزبدة لازم تبقى لينة، ده من الاساسيات. عايزة اقول لكم بيبقى طعمها حلو قوي، بتبقى جميلة، بتبقى بصراحة رائعة يعني، مش جميله بس، لا بتبقى حلوه قوي. هنضرب دلوقتي الجبنه بتاعتنا، ونفس الموضوع ما تشتغلوش باي نوع من انواع الجبنه او اي نوع من انواع التشيز غير لما ايه، غير لما ندخلها الثلاجه نص ساعه. بعد ما بنضربها بالشكل ده بعمل فيها ايه؟ عايزه اوريكم بس القوام بتاعها. بصوا يعني، بصوا كريمي جدا، تبقى طريه معايا قوي، بيبقى طعمها حلو بصراحه جدا. بعد ما بعملها بالشكل ده باخد الشوكولا بتاعتي اللي انا اوريدي مسيحاها في حمام مريم، واقوم منزلاها عليها وانا بضرب لحد ما يبقى عندي القوام بتاعها بيمسك معايا شويه. بعد كده اقوم مدخلاها التلاجه على طول، يعني عايزاكم تحطوها بعد كده في التلاجه على طول بعد ما نضربها. اهو نص ساعه واشتغلوا بيها. بس لما تعملوها كده اول حاجه تعملوها فيها نضرب الشوكولاته دي كويس قوي، ندخلها التلاجه. قبل ما ندخلها التلاجه نغطيها بسوليفان او اللي هو البلاستيك الغذائي، عايزه اقول لكم بيبقى رائع بصراحه. انا هبتدي اضرب زي ما انتم شايفين، ما بتاخدش وقت طويل، هي حاجه بسيطه خالص، وتبقى معانا الكريمه بتاعتنا جاهزه، كل اللي هي عايزاه عايزه تخش للتلاجة، نغطيها بسلوفان وندخلها التلاجة. بصوا القوام هتلاقوها ماسكة معاكم جدا. نقلبها، انا عايزة الم بس الحاجات اللي في الجناب بالشكل ده، تحريكة بسيطة. ينفع على فكرة الكريمة دي بالذات ينفع تزينوا بيها حتى التورت، ينفع تزينوا بيها الكيك، ينفع تزينوا بيها حتى الشوكلت اللي احنا بنعمله الهوت شوكلت او الكابتشينو او واتيفر ايا كان، بتبقى عليهم حلوة قوي. ممكن ندخلها كمان في الكابتشينو. بصوا انا لسه ما دخلتهاش تلاجة اهي، بصوا ابتدت تمسك معايا ازاي، عايزة اقول لكم هايلة يعني، عايزاكم تجربوا الكريمه دي، بتبقى رائعه، بيبقى طعمها حلو. اهي هي اللي مزينه بيها هنا على شكل ورد وعلى شكل مع الفراوله، بتبقى حلوه قوي، عايزاكم تجربوها تقولوا لي رايكم فيها ايه،